كان عليا انا لف الدنيا راجل الناس. ده محدش ابدا هيوقفنا ابدا عن الطريق اللي احنا ماشيين فيه نغير حياه اهالينا. طول عمره مكمل وده مهما يعدي الصعب عليه برضه بيتحمل. طول عمره يشرف وان مالت مره يلاقي حلول يعرف يتصرف. طول عمره يشرف. عمرك محاوزه التلسكوب كله عاده رئيس الجمهوريه في منزلنا المتواضع. تعال تعال فاتي ليه؟ اول مره طب لو اللي يبقى فرحان يعيط. لجل خاطر قلوبكم ديت ربنا سبحانه وتعالى حافظ على البلد ديت. بتكلم عني وعنك عن كل الملايين وبعرف تاني الدنيا بحالها المصريين. وبعرف تاني الدنيا بحالها المصريين. إرادتنا قوية وقصود واقفين. محتاجين دعواتكم والله. ان شاء الله يدي الشقيان يعني. اقول معاك سي سي انا جيل ما ان شاء الله. طول عمره مسابق فارق دايما في التفكير بيعافر عارف بعد شقاها يجيله الخير. وعزمته قوية ما هو امله كبير. بين اهله وناسه تلاقي تملي لقيت في الايد. هنا كلنا هنا كلنا واحد كتف في كتف نفوت في حديد. وفي وقت الشدة قوتنا تزيد. أنا كل يوم بدعيلك أنا مش في السكة. طيب في شر المرض اللهم بعدين يا رب ينتيجي. الله يحرسك يا أبا عليك أحسن من أي حاجة. ده نفسك حلو نفسكش حتى أنا عارف بنتك ولادك ولاد الله العظيم. كنت أقدر أجيب من السماء حالها المصريين. إرادتنا قوية وقصود واقفين. ما تنسوش إن أنا منكم وحاسس بيكم إنسان مصري وسيط بس ربنا أراد إن أنا بكون موجود في المكان ده.